18 الجمعة واللي حبيت نقولها قولها اليوم هي شتم الإمارات. اسمعها جيدا. بالمناسبة أنا أحسن اختيار المصطلحات والكلمات، أنا أستاذ لي 39 عام في الجامعة، ما يجيوش الذراري يوروني أنايا. الإمارات أنا نعرفها مليح، نعرف علاقة دبي والإمارات بكثير من الكيانات السياسية التي تخاصمنا في توجهاتنا الحضرية. وبالمناسبة الرأي العام العربي كله ضد ما وقع الآن في البحرين اللي هو بيع للقضية الفلسطينية. لكن باش نحدد لك الأشياء التي لها صلة بالجيش، جيشنا يحسن اختيار المكان الذي يشتري منه السلاح الذي يدافع به عن كيانه. صحيح. ولا واحد يورينا أبو ظبي تشهد سنوين أكبر معرض للصناعات العسكرية. شوف أبو ظبي تشهد كما راك تقول المعرض العالمي لجميع أنواع الأسلحة، وهؤلاء يقدمون للجزائر تسهيلات سخية. وجب الإمارات باش تكون تدير قنصلية في العيون. الإمارات الإنسان يتساءل وش كاين من وراء هذا، هذا لازم ناخذوه بعين الاعتبار. هي قنصلية لما تكون لازم يكونوا عندهم مواطنين في هذاك المكان، ما عندهم حتى مواطن ويفتحوا قنصلية ويستغلوا كأنها من وراء هذا كانت الجزائر.